أخيرا رجعنا لكم بجيفاوي شهر 8 أو الإعلان عن متفاعل شهر 8. إيه هي الشروط؟ تابع تلك الهبة حتى نهايتها عشان تعرف. يلا بينا. Let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في تلك الهبة السريعة وهي تخص giveaway أو متفاعل شهر 8. أنا عارف تأخرت عليكم كتير، لكن كنت في أجازة كده في مصر فقلت كده خش في الفيس مود، ورجعنا تاني وقلنا كده نعمل فيديو عن مش عايز أقول مسابقة، يعني خلينا نقول متفاعل شهر 8. خلينا أقول لكم الأول على الشروط وبعدين في الآخر نقول لكم هختار إزاي. خلينا نبدأ. الشروط بسيطة جدا حضرتك. أول حاجة هتعمل سبسكرايب لليوتيوب شانل، وتاني حاجة هتعمل فولو للفيسبوك بيج، وبعد كده كل اللي هتعمله إن كل الفيديوهات بتاعت شهر 8 حضرتك هتخش تعمل لايك وتسيب كومنت. دي كده الشروط. إزاي هختار؟ تعالوا الاختيار حضرتك هيكون عشوائي بحت. هختار فيديو من الفيديوهات بتاعت شهر 8 وهخش برضو من جوه الكومنتس هختار عشوائي، يعني ممكن اختار مثلا 10 كومنتس 15 كومنتس، لان ساعات في فيديو لو الفيديوهات الكومنتس قليله هاخدها كلها، انما لو الفيديوهات الكومنتس فيها كبيره وصلت بقى 100 وحاجات دي يا رب يعني ممكن اخد 15، اخد 5 من الاول على 5 من النص على 5 من الاخر، وبعد كده هندخلهم في اللي هي بيسموها ايه بتاعت السحب، اسمها عجلة السحب، وصاحب نصيب ان شاء الله يفوز معانا. لسه الجايزة مش هتقل ان شاء الله عن 1000 جنيه، ممكن ازقها سيكا يعني من ان بقالي شهرين ما عملتش مسابقات، فهنشوف يعني لسه ممكن تبقى 1000 ممكن تبقى 1500 2000 لسه يعني، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني هي باي حال خالص مش هتقل عن 1000 وبس كده. وده اللي على حضرتك او حضرتك تعمله علشان تدخل معانا في تلك المسابقه وبس كده، وبالتوفيق للجميع. وخلونا كعادتنا نختم بكفاره المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ونراكم ان شاء الله في حوادث قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.